دوحة تعيد ارتداء خاتم الزواج بعد الطلاق، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد آخر ظهور لدوحة العريبي على صفحتها بالسناب شات بمجموعة من الصور اللي شاركتها مع جمهورها، انتشرت لها عدة مقاطع على التيك توك. الجمهور بالتيك توك علق على هذه المقاطع إنه دوحة رجعت لبسة خاتم الزواج بعد الطلاق، وأيضا الجمهور علق على آخر ظهور لدوحة إنه وشها كان كتير تعبان. أترككم مع المقاطع ورأيكم بخصوص هذا الخبر.